مع التميز والإبداع العلمي اللي تميز فيه طلابنا طبعا خلال الأولمبياد العلمي السوري اللي فعلا حققوا مراكز متميزة، وكان لمحافظة اللاذقية الحصة الوافرة من المراكز والمراتب الأولى المتميزة بمجالات اختصاص متعددة. طبعا اليوم راح يكون معنا نماذج من نماذج الإبداع والتميز بمجال المعلوماتية والرياضيات، وراح نتعرف عليهم طبعا ضمن هذه الفقرة لحتى طبعا نشوف يعني شو هي الأجواء كانت ضمن الأولمبياد، المنافسة، أيضا التميز اللي وصلوا أكيد يكون بعد جهد وتنسيق وتعب. بيسعدنا نرحب طبعا هيدي الفقرة بالأستاذ علي الرياحي منسق الأولمبياد العلمي السوري في محافظة اللاذقية، وأيضا نرحب بمحمد حبوش الحائز على ميدالية ذهبية باختصاص المعلوماتية، وأيضا معنا سليمان إبراهيم الحائز على ميدالية فضية باختصاص الرياضيات. من لكم ألف مبروك الجوائز اللي حصلتوا عليها، وأهلا وسهلا فيكم صباحنا لليوم. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. شكرا. أهلا وسهلا فيكم ونورتوا صباحنا. يعني نحن بالحقيقة بنرفع راسنا فيكم لما بيكون فعلا في مشاركة لمحافظة اللاذقية بالأولمبياد لهي السنة. من بارك لكم ألف مبروك. وبالنسبة يعني أستاذ علي لمشاركة اللاذقية هي السنة بالأولمبياد العلمي، كيف كانت المشاركة؟ تحكي لنا عن هي المشاركة بداية. نعم، يسعد صباحكم وصباح كل المتابعين. الحقيقة بحب بلش انه النتائج لهيدي العام هي مانا نتائج وليدة اللحظة، هي نتيجة عمل مستمر من بداية مشوار الأولمبياد العلمي، وأيضا بشكل مكثف من سنتين من إحداث مكتب الأولمبياد العلمي باللاذقية. نحن عم نشوف نتائج متصاعدة لنوصل لنتائج هيدي السنة اللي تكللت بالمرحلة الأولى ب 1200 مشارك، كأعلى نسبة بين كل المحافظات السورية من حيث عدد المشاركين. هي بالنسبة للمرحلة الأولى. عم نشوف انه بالمراحل المتقدمه هيدون 1200 تم اصطفائهم وفق مرحلتين او ثلاث مراحل لنوصل لختام التصفيات الوطنيه بالاسبوع الماضي اللي اقيمت على مستوى سوريا بشكل مركزي بدمشق بين 17 ل 21 الشهر، وطلابنا حازوا على 5 ميداليات ذهبيه و16 ميداليه فضيه بنسبه هي الاعلى لحد الان لمشاركه اللاذقية. طبعا تنوعت اكيد الجوائز بالاختصاصات الخمسه اللي هي رياضيات، فيزياء، كيمياء، علم احياء ومعلوماتيه. يعني فعلا ما شاء الله تميز ملحوظ لطلاب الاولمبياد بمحافظه اللاذقيه. محمد، انت من الطلاب اللي حصلوا على الذهبيه، يعني وهذا الشيء ما انه سهل ابدا، ونقول لك اول شيء مبروك. الله يفيكم يا رب. خلينا نتعرف عليك اكثر محمد، عنك طبعا، عن اختصاصك، وايضا المشاركه اللي شاركتها بالاولمبياد. هلا بدات تجربتي مع الاولمبياد بالصف العاشر، دخلت بالرياضيات بس للحظ ما توفقت، بس حسيت انه الحلم ما انتهى. حسيت وقت اللي شاركت بالاولمبياد انه انا داخل على شيء انا حبيته، فما ردت وقف. تعرفت الحمد لله على استاذ بحب اوجه له كثير شكر، الاستاذ محمد جيرو، وجهني لحد دخلت بالمعلوماتيه. حلو. بعد اجتهاد وتعب تدريب يومي شاركت بالمسابقه البرمجيه الفرديه يلي جبت فيها مركز منيح الحمد لله، فاهلتني لحتى ادخل على المرحله المركزيه. شاركت فيها هلا الحمد لله بالتصفيات النهائيه وجبنا الذهبيه الحمد لله. حلو. ألف مبروك لإلك. وكمان سليمان، يعني كمان حققت مرتبة متقدمة ولقبت أيضا بملك العلوم. خلينا نحكي عن مدى شغفك بالرياضيات وعلى هذا اللقب تحديدا، شو بيعني لك يا سليمان؟ أنا من وقت كنت صغير أنا كنت رياضيات بحبها كثير لأنه الأفق فيها مفتوحة. فبدأت مشاركتي بمسابقات الرياضيات بالرواد الطلائع، وحققت مرتبة ممتاز، وبس ما حسيت حالي إنه إسا فيني أعمل شيء أحسن، فشفت الأولمبياد مثل طريق لحتى يوجهني للشيء اللي بطمح له. فبدأت مشاركتي بأولمبياد اليافعين، حققت ميدالية ذهبية فيه. طبعا هي مع جهود الأستاذ علي، هو كان ينظم لي تدريبي وكان هو المسؤول عن كل التدريب اللي أنا بعمله، والأستاذ محمد جيرو هو كان يدربني ويوجهني للطريق الصح لحقق حلمي. أول شيء كانت أنا التدريب بشكل جماعي، بعدين الأستاذ علي والأستاذ محمد قرروا انه يدربوني بشكل افرادي،
والحمد لله انا ما خيبت لهم ظنه. وبعدين الاولمبياد العلمي اللي تقدمت له، الاولمبياد اللي تقدمت له مع العواشر، كنت انا بطمح لانه اعمل نتيجه كثير كويسه فيه. الحمد لله حصلت على الجائزه وهي المرتبه، وتلقبت بملك العلوم. يعني هذا اللقب شو بيعني لك سليمان؟ يعني اليوم لما انت بهذا الشغف، بهذا التعب اللي تعبته خلال السنوات والمراحل، وصلت لهي المرحله واخذت هذا اللقب بالاضافه للجائزه، يعني شو عنا لك كلقب لإلك؟ هيك بفتخر فيه لهاللقب، بحس مثل انه الشيء اللي بحبه، الشيء اللي بحبه كثير قدرت اعمل فيه شيء. أكيد شيء بتحبه، يعني هذا الشغف سليمان اللي أنت موجود فيه، يعني خصوصي مشاركتك بأنك صف ثامن شاركت مع العواشر، هذا تميز أستاذ علي. صحيح. منفرد يعني، ومادة صعبة يعني هي مادة الرياضيات، يلي يعني خلينا نقول في طلاب ربما أنه يكون في حاجز بينهم وبين هاي المادة، لكن صحيح. لما بيصير هذا التميز ويشارك يعني صف ثامن مع أولمبياد خاص للعواشر، يعني هذا تميز بحد ذاته، يعتبر هذا إنجاز يعني غير الفضية، مشاركته بحد ذاتها هي خلينا نقول جائزة ومرتبة حققها سليمان. أكيد. خبرنا عن المشاركين والمنافسة، وليش أنتوا يعني سليمان اخترتوا ليشارك بأولمبياد العواشر، وكيف يعني تم الموافقة على أنه يشارك؟ أكيد بيكون في صبر قبل لمستوياته. الحقيقة نحن دائما عم ندور على أو نسعى لاستقطاب ورعاية الطلاب الموهوبين بأعمار صغيرة لتكون روافد جديدة للمسابقة الأساسية اللي هي الأولمبياد العلمي السوري. فتم بشكل تجريبي السنة إقامة الأولمبياد العلمي لليافعين اللي هو لطلاب الصف السابع والثامن. نعم. بالعلوم والرياضيات باختصاصين، والمتوجين بالميدالية الذهبية بهذون الاختصاصين تم تكريما لجهودهم ومستواهم العالي، تم إتاحة المجال لهم للمشاركة بالتصفيات الأولمبياد العلمي السوري. فهو صح تم يعني من مستواهم عالي وأثبتوا هذا الشيء، لكن جدير بالتنويه أنه هن خضعوا لنفس الاختبارات تاعي طلاب الصف العاشر من أول مرحلة لآخرتها، وقدروا يتجاوزوا مثل كل طلاب العاشر، وبالنتائج يعني عندنا سليمان حالة ونموذج على قد ايه عددهم تقريبا لنقول مثل حالة سليمان يلي وصلوا على التصفيات النهائية معنا. هن خمس طلاب من كل سوريا، منهم طالبين من محافظة اللاذقية، سليمان إبراهيم وملاك ناشد باختصاص الكيمياء، وملاك توجت بالميدالية البرونزية، وسليمان التوج بالميدالية الفضية. وهون بنذكر انه حتى سليمان بأحد أيام الامتحانات حصل على أعلى علامة بكل المشاركين، فهذا بيعطينا مؤشر أنه نحن ما دائما لازم نتجه على العمر الجسدي، لا لازم نشوف العمر العقلي أيضا للطلاب. بالنهاية نحن هدفنا خير تمثيل لسوريا بالمحافل العالمية، ولا نحصل على أفضل سفراء لسوريا لازم نحن نوسع مروحة اختياراتنا واختباراتنا. طبعا أكيد أستاذ علي، يعني باختياركم هذا التميز سواء بأعمار صغيرة عم بتشارك، سواء أيضا باختصاصات متعددة شاركوا الشباب فيها بمرحلة التميز والإبداع. بدنا نسأل نحن هون محمد، شو قدمت لك هاي المشاركة بالنسبة إليك على الصعيد الشخصي؟ يعني حصلت على هاي الجائزة وهاي المرتبة وكل هذا التحفيز والتشجيع و الإصرار الموجود عندك، خبرنا شو قدمت لك هاي المشاركة؟ قدمت كتير من نواحي التدريب، كتير رفعت السوية العلمية، حتى من شخص ما كتير كنت مختلط اجتماعيا بسبب التدريبات الجماعية زادت كتير عندي من القدرة على التواصل. اللحظات الحلوة اللي نحن شاركناها مع بعض بقلب التدريبات، بالإضافة للسوية العلمية وصقلت شخصيتك أكيد، وصقلت الشخصية محمد بالنسبة مجال عملك، يعني شيء متميز. وخصوصي المعلوماتية اليوم محمد هو فرع كتير مهم، يعني خلينا نقول هو يعني ما العالم كله متوجه إلى المعلوماتية وعالم التكنو، فيعني خلينا نقول تميزك بهذا المجال قد ايه ممكن كمان يسقلك فيما بعد بمجال ربما مهني أيضا بدراساتك الأخرى، هي مدخل لباقي العلوم أيضا المعلوماتية. صح، وأنا أحد أهدافي المستقبلية بإذن الله أنه أدخل هندسة المعلوماتية. حلو. كطالب معلوماتية يعني بقى هي ممكن كتير تأهلنا وقد ما سهلت عليك مواد أخرى. أي تماما، هي حتى دراسيا بتفيد، يعني مشاركة بالمعلوماتية بتطور طرق الفكر حتى بالمجال المدرسي. صح. يعني فبيصير هدفنا بقى لقدام أنه نشارك وندخل بالاختصاص الجامعي بهندسة المعلوماتية، بتأهلنا لأعمال ممكن لقدام، لندرس نخدم سوريا فيها، ندرس لخارج سوريا، نحاول نرفع اسم سوريا بين العالم. يعني
حلو. كمان بدنا نسأل سليمان، يعني بعمرك الصغير ودخلت بهاي المسابقة مع أعمار مختلفة وتميزت وتفوقت عليهم، كمان شو عطتك يعني هاي المسابقة أنت هيك بهيدا العمر؟ كيف شعرت بالحافز؟ كيف وقفوا جنبك؟ كيف تميزت عن رفقاتك اللي هن أكبر منك بهاي المسابقة؟ صراحة هي كانت تجربة رائعة بالأولمبياد. يعني انت كنت بس اسمع عن عالم محقق نتائج مذهلة، فكنت انا حب اعمل شيء انه مختلف تماما. فكان الاولمبياد هو الاختيار الافضل، وكان كتير اعطانا نتائج ايجابية، غير المعارف اللي اكتسبناها من الجديدة ومختلفة. رفعت لنا السوية العلمية وأصدقاء جداد وكمان أعطتك حافز لهدفك في المستقبل. أيوة كمان ما شاء الله، يعني حتى عندهم يعني خلينا نقول دراية كافية بأهمية المشاركة، يعني ليس فقط أنه هني أنا متميز بمادة ورحت شاركت وانتهى الموضوع، لا عندهم يعني حتى يعني معرفة بأنه أنا شو ممكن استفيد يعني بغير أنه الناحية العلمية. صحيح، هذا الشيء قد كتير مهم أنه كمان يكون في متابعة يعني ما بعض التصفيات أيضا أستاذ علي، يعني هيك مستويات أكيد ما عند حد معين أو مستوى معين يكون في متابعة بعض التصفيات. شو هي راح تكون يعني متابعة؟ نحن بنقول دائما أنه النتيجة بالأولمبياد هو مانو مسابقة نطمح لحصاد نتيجة فيها، بينما بالمقابل هي مشروع أو هي حالة علمية بيدخل أو تجربة بتغني شخصية الطالب العلمية والاشتماعية والنقدية أيضا. صحيح، هذا الشيء عم نشوف من خلال أجوبتهم بالضبط. فنحن بنشوف الكم الاختلاف بين شخصية الطالب لما بيفوت على الأولمبياد ولما بيطلع من هيدي التجربة، يمكن قادر يحاجج بكل نواحي الحياة، بالمدرسة، بالأسرة، بالمجتمع الصغير والكبير تبعه، هو قادر يكون يخطي نحو طموحه بشكل منضبط، بشكل علمي وبشكل صح أكثر. فهيدي هالشخصية كلياتها بتخلينا بحملنا مسؤولية إضافية أيضا لمتابعتهم من خلال المرحلة القادمة. هلأ بالمرحلة اللي بعد التصفيات مباشرة نحن عنا اختبار بآذار لانتقاء الفريق العالمي اللي رح يمثل سوريا بالأولمبيادات الدولية بالاختصاصات الخمسة. كيف الهمة؟ والله الهمة واضحة يمكن من حديثهم ومن طريقة عيونهم ومن حماسهم أكيد. فهذا الهدف الأول، ونحن جميع الطلاب المنضمين للفريق الوطني رح يبقوا بتدريب مستمر وتقويم مستمر أيضا عن طريق اللجان العلمية للأولمبياد اللي هي من خلال الباحثين والأكاديميين. صحيح. من جهات السورية البحثية. تمام. هلأ بدنا نسأل هيك سؤال عام للجميع، يعني هو هيدا السؤال، الجو التدريبي سواء كان للأستاذ أو حتى للطلاب، يعني هذا الجو التدريبي التفاعلي اللي ممكن يساعد للوصول لهيك نتيجة عم نشوفها قدامنا محمد وسليمان. نبدأ عندك أستاذ علي، بالنسبة للجو التدريبي التفاعل بين الطالب والمدرب، المتدرب والمدرب، كيف لازم يكون الحيز الأساسي لهيدا الجو لحتى ممكن نوصل لنتيجة المرجوة سواء بوجهة نظرك أو حتى بوجهة نظر المتدرب؟ يعني هذا التفاعل أكيد له أهمية اليوم، خبرنا عنه، ندخل بشوية تفاصيل التدريب. أكيد. هلأ بالنسبة للتدريب طبعا نحن يمكن اللي نطلع على الإعلام، لكن في كتير جنود مجهولين. أكيد. ذكروا منهم الشباب نوهوا عليهم، وأيضا أنا بدوري بدي أشكر كل الطلاب القدامى اللي خاضوا التجربة سابقا والآن هن بالمرحلة الجامعية عم يأخذ دور المدرب اللي عم بيقدم خلاصة تجربته العلمية والاجتماعية لزملائه الأصغر منهم. بدي أشكر أيضا كل الأساتذة المتطوعين، واليوم نحن بنشوف حالة الأولمبياد بلشت تدخل على المدارس، التدريب ما عم بيكون محصور فقط بالتدريب الرسمي اللي بنعمله. صحيح. كمكتب أولمبياد، لا أيضا في العديد من الجهات والأساتذة والأفراد عم بيساهموا برعاية طلابهم وبتشجيعهم على المشاركة بالأولمبياد. صحيح. فلما بيدخل الطلاب القدامى بالتدريب بنشوف هون التفاعل، خصوصي مع تقارب الأعمار. وبالمناسبة محمد، هو بالصيف كان الأشخاص المدربين لسليمان بإحدى الجلسات التدريبية ولرفقاته. حلو. فهي يعني التفاعل أكيد موجود، تدرب لمدرب، هذا الشعور الجو التدريبي أيضا يعني وحلم، يعني هو يصبح حلم أنك كمان تكون أنت فيما بعد بالمستقبل أيضا من كادر الأولمبياد التدريبي. قد ما هذا الشيء حلو محمد، احكينا عن هذا الجو وعن هذا أيضا
خلينا نقول الحلم اللي انتم فعلا هدف قدامكم عم تحاولوا قدر الامكان تحققوا بهذا التعاون بهي المحبه. كثير حاولنا بفتره التدريبات فيها طلاب نحاول ننقل لهم حماس، نحاول نوصلهم لفكره انه انتم داخلين على مجال كثير حلو، مجال كثير راح يفتح لكم ابواب واسعه يعني. بالمقابل المدربين اللي دربونا كمان حاولوا ينقلوا لنا هالفكره هيدي. كثير تخللت لحظات نقل المعارف اللي حاولوا يساعدونا فيها بشتى الوسائل بطريقه شرح جميله جدا وبلحظات التشاركيه اللي عشناها سوا مع الطلاب. حلو، ما شاء الله عليك يا محمد، يعني حتى طريقه ادائك عم بتكون مثل المدربين يعني. هلا نحن رح نسال المتدرب سليمان، كيف كان تدريب محمد لإلك وتفاعلك معه؟ كان كثير يعني في هيدا التوائم بيناتكم، تاخذ كل المعلومات منه لحتى قدرت توصل لهي النتيجه؟ صراحه محمد كان مدرب رائع يعني، كان يعطينا حماس. مو بس انا بحكي له هالحكي، حيالله واحد بتسالي دربه بيعطينا حماس ودافع، وحتى المعلومه بيوصلنا اياها بطريقه هيك يعني بنفهمها وسلسي. وكمان هيك كان كيف كان يدربنا، مو والله انه مدرب وما كانت الحصه جدي جدي، كان يدربنا انه هيك ويمزح معنا، فكان كثير حلو عاملكم جو محمد يعني لحتى نوصلكم المعلومه. تمام، فوصلت لهي النتيجه. اكيد هذا الجو التفاعلي استاذ علي يعني هو احد العوامل الاساسيه اليوم لحتى كل طالب يكون عنده قناعه كامله بوصول الى هدفه. قبل ما نختم مع حضرتك، هيك كيف شايف اليوم بعد هي النتيجه المتميزه للطلاب؟ المشاركه كانت متميزه، شو بتقول لكل اليوم حدا حابب يشارك بهيك مسابقه ويكون عنده حافز ليكون ضمن الاولمبياد العلمي؟ الحقيقه انا اسمحوا لي اوجه رسالتي للاهل اللي هن بالنسبه لنا الرافد الاساسي للاولمبياد وللمدرسه. بالنسبه للاهل بقول لهم انه يامنوا بقدرات اولادهم حتى لو كانت اعمارهم صغيره وقدامنا نموذج. الشغله الثانيه اللي بقول لهم اياها، امنوا بقدرات اولادكم واصرارهم، كمان قدامنا نموذج ثاني على شخص شارك بالعاشر وضل مصر ليدخل على الفريق الوطني فدخل بالحادي عشر. الاحترام قدرات اولادنا باي مجال كانوا حتى لو كان خارج المجالات العلميه هو اساسي ليوصلوا لحاله التميز، وحاله التميز ما بتقتضي دائما ان احنا نجيب علامه عاليه، احيانا الابداع بالعزف هو ايضا تميز. بالنسبه للمدرسه اللي بنقول لهم نحن ما بنقدر نشتغل اي شغل بالاولمبياد الا لتكون المدرسه شريك اساسي وضلع من الاضلاع الثلاثه للاولمبياد اللي هي الطالب والمدرسه والاهل. أكيد. ما شاء الله، يعني فعلا شيء بيرفع الراس، واكيد مشكورين وبنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا كثير لك سليمان، كان وجودك لليوم متميز يعني بهي الابتسامه على وشك، وان شاء الله يا رب التوفيق الدائم. حضرتك سليمان ابراهيم حائز على ميداليه فضيه باختصاص الرياضيات، وانت لازم تشوف حالك هلا متميز باعتبارك انه تعمل يعني اخذت فضيه على العواشر. بالتوفيق لك ايضا. محمد حبوش شكرا كثير لك وبالتوفيق، يعني ان شاء الله بنشوفك يعني كمان ب مراكز دائما متميزه اللي تعودنا عليك فيها، دائما بالتوفيق. شكرا لك استاذ علي للجهود المبذوله مع الطلاب لحتى توصلوا لهيدي المراحل المتقدمه، وتوفيق لكم بالتصفيات الاولمبيه. شكرا لحضرتكم لاهتمامكم المستمر، نورتوا صباحنا محمد وسليمان والاستاذ علي، كل التوفيق لكم ولكل الطلاب اليوم المتميزين مثل النماذج اللي عم نشوفها. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. نحن مكملين معكم بالتميز والإبداع أيضا استعدادات مركز الفيزياء التطبيقية والعلوم الأساسية لمعرض الفيزياء وتفاصيل مع زميلتنا بتول شيحة بهذا التقرير، ونرجع. جهود مبذولة وهمم عالية، وبعد حظهم للميداليات الذهبية طلاب مركز الفيزياء التطبيقية والعلوم الأساسية يتابعون مسيرتهم ليكونوا اليوم في ورشات التصنيع والتشكيل في مدرسة الشهيد عدنان مخلوف الصناعية استعدادا لمعرض الفيزياء. نحن عندنا تحضيرات للمعرض، المعرض الفيزيائي أو المعرض الهندسي اللي رح يكون على مستوى الجمهورية العربية السورية، ورح يشارك فيه معظم الطلاب المبدعين اللي عندهم أفكار من كل المحافظات السورية. طبعا نحن مهمتنا يعني
تقتصر على اجتذاب هؤلاء الطلاب المبدعين والشغوفين بمادة الفيزياء والرياضيات والعلوم الأساسية بشكل عام. الطلاب هون عندهم ذخيرة هائلة من المعلومات النظرية. نحن مهمتنا أن نحاول هالطلاب هدون اللي عندهم معلومات نظرية شوفينهم يطبقوا على أرض الواقع. للأمانة هون بدهم آلات وبدهم مخابر وبدهم ورشات، ومثل ما انك شايفه هون الورشات شغاله يعني، وعم نحاول نطلع الطلاب شو عندهم بذهنهم من افكار نظريه ونطلعها على ارض الواقع لحتى تكون انجازات او تحف هندسيه نحن بنسميها. وهون الطالب بيجي دوره انه انا مهمتي اقرن ما بين المعلومه الموجوده بكتاب الفيزياء والرياضيات والتطبيق العملي، ويا ترى هذا القانون نحن كيف فينا نطبقه لحتى ننجز جهاز على ارض الواقع. وإن شاء الله رح تشوفوا كل هالأمور هيدي بالمعرض الفيزيائي قريباً. نحن اليوم متواجدين على الرغم من أنه الجو سيء جداً، ومع أنه عطلة طلاب أبو غير أنه يتواجدوا بالمدرسة هون منشان يحضروا ويكونوا جاهزين تماماً للمعرض اللي رح يقام قريباً جداً. رح يكون على مستوى سوريا المعرض، عنا طلاب من جميع المحافظات. طلاب محافظتنا اليوم خلصوا تقريباً وصلنا بالرتوش الأخيرة، عم بيحضروا شيء ميكانيك وعم يحضروا شيء خشبي وقصص بتخص الكيمياء التطبيقية أكثر. هيدي الورشات العملية بتساعدنا تحويل النظري لعملي، وبتساعدنا على فهم المفاهيم الأساسية لكل شيء بدنا نسويه أو نخترعه. مثلا بيساعدنا الأستاذ باسل سلطان إنه نسوي مثلا رافعة أو روبوت أو منشار أو حي الله شيء بدنا إياه. استعدادك للمعرض؟ هلا استعدادنا للمعرض هو رح يكون بخلال الشهر الثاني، مستعدين وعاملين كتير شغلات حلوة. هاي الورشات العملية عم تساعدنا كتير لحتى ننقل اللي تعلمناه النظري حتى نشتغله عملي، وعم تساعدنا كمان بالمشاريع اللي عم نشتغلها للمعرض الفيزيائي بالفيزياء التطبيقية. كيف استعدادك للمعرض؟ استعدادي منيح بس لسه في عنا شغل لسه زيادة، ولازم نكثف شغلنا لحتى نلحق الوقت. نحن كطلاب الجلسات مهمة لأننا لنستفاد خبرات، ولحتى نثبت انه نحن قادرين على انه نصنع شيء رغم صغر سننا نحن. وحاليا دائما نحن عم نجي لهون لحتى نشتغل على اشياء للمعرض العلمي. الدروس العمليه عم تفيدنا بحياتنا كثير، عم نتعلم كثير الشغل على الالات، عم نكتسب خبرات كثيره من فضل الاساتذه. ربط المعلومات النظريه وتطبيقها عمليا يشكل نقله نوعيه للطلاب ليثبتوا انهم قادرون على تجسيد مهاراتهم باختراعاتهم وابتكاراتهم.